مساحة بيروت التي تقع في وسط شارع فلسطين تمثل تقاطعا لهذا الشارع وآخر قادم من غرب بغداد لشرقها، أصبحت منطقة حيوية للسكن والتجارة على حد سواء، فقد امتازت البيوت التي انتشرت حولها بمساحات بناء واسعة بالإضافة للحدائق، وكذلك انتشرت المحلات التجارية بشكل لافت في الساحة جنبا إلى جنب مع محل الزينة والمطاعم. ساحة بيروت طبعا ما كانت الساحة هذه ساحة عادية علقة ومزروعة أوراد، والسكن بيها قليل جدا. من سووها يمكن أنا ثالث رابع واحد أنا هنا، بنوا الويان إحنا كنا بمصرف الرهون، هذه الجمعية مع المصرف الرهون، بنوا من الرهون أكثر من الناس هاي اللي قدامنا، بنوا لي قدام أمانة نقل الركاب، وإحنا بنينا نفس اللي بس البيوت كلش قليلة، ماي ما عد نشتري لو تنكر يذبه بالتوانكي هاي البراميل، أو أكثرهم تكرم اشتروا زمايل يحملون عليها بتنك من القناة يوزعون عليهم، يعني تأذينا أذية تعمل. المقبرة مال اليهود إن شاء الله، القبر مو هيك تفليش ويشيلون طابوق وتراب وكذا، كتلة كاملة من الكونكريت، يجي الشفر يشيلها صارت قاع بسيطة عادة، يشيلها يذبها بالسيارات الضخمة كلش، شالها وسوينا إياها. الشارع بلطونا إياها سريع جدا، ها أول واحد. إي سريع جدا. كان بوقتها عبد الكريم قاسم الله يرحمه من يعبر منا على القناة سوى الفلكة بنفسه الأمامية هذه قبل الجسر وبعد الجسر، ويروح يفصل البيوت ويراقبها اللي بنتها الدولة هسه بالثورة. الشؤون كانت يسمونها الشؤون الاجتماعية. الكهرباء ما عندنا طبعا، ماي ما عندنا. صارت كم بيت هنا قدموا طلب، انا من جملتهم، كانوا يجون للعقاري يجي يعطينه بوقتها. ها العفو، قبل هذه المنطقة، كانت شولة مزروعة برسيم وخضرة وفلح بيها، شولة بسيطة. المن تابع العقاري وقف أن ينطي قرض للمواطنين، صدر لهم كتاب قال لهم هاي القاعدة التابعة للعقاري بيعوها، ووزع فلوسها وطي فلوسها للعقاري ووزعها على المواطنين. باعوا بربع وبنص وبستمية على الشارع، صار بثلاث ارباع، شوية مشت انسكنت منطقتنا، انسكنت بس قلة يعني بالمية 25-30 انسكنت، صار بها حركة. قدمنا طلب على الشارع التبليط، تبلط خلال فترة كلش وجيزة، حتى التليفونات يمكن أنا قدمت يوم 28-9 أتذكر بالستينات، 28-9-31-9 أتذكر جاء التليفون. وتزدحم ساحة بيروت بالمتبضعين والسائحين من أهل بغداد على حد سواء، وخاصة في أيام القطر، فتجد أن الأسواق البارزة لشارع فلسطين تبدأ من ساحة بيروت تحديدا، وتتواصل تلك الأسواق لتصل إلى ساحة الجامعة المستنصرية، كما أن وفرة النقل العام في الشارع جعلت الوصول إليه سهلا حتى وهو يشهد أشد الزحامات البغدادية. المنطقة التي شيدت منذ أكثر من نصف قرن تمتاز بمساحاتها الواسعة، ما يعطي انطباعا بترف سكانها، كما أن اختيار الأطباء لساحة بيروت مقرا لعياداتهم يمثل رمزا عن رخاء المنطقة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها من قبل الجميع. وقد أصبح شارع فلسطين وساحة بيروت مركزا تجاريا لشرق بغداد شيئا فشيئا، حتى بدأ الناس يقصدونه من مختلف جهات بغداد. المناطق السكنية والتجارية العديدة التي تتفرع من ساحة بيروت أو تؤدي إليها تجبر المواطنين على المرور من هنا وتحمل ساعات من الانتظار بسبب الزحامات، على أن ذلك يهون أمام مرء المحال المليئة بكل شيء وحركة التسوق المنسابة على ضفاف الساحة. وقد تضطر تلك الحركة ركاب النقل العام على الترجل من السيارات والتجوال في محال الساحة حتى يخف الزحام.
تنتشر في هذه المنطقة الكثير من المحلات التي تتنوع وتكاد تعرض كل شيء من الأطعمة إلى الملابس إلى الأدوية وإلى الذهب وما شابه، على أن الجولة الراجلة في ساحة بيروت وشارع فلسطين كثيرا ما نظر إليها البغدادي بوصفها نوعا من التسلية بالإضافة إلى التبضع. فالشارع مزين بالأشجار ونسمات الهواء حتى ولو كانت حارة تتحول إلى باردة في كرنفال الشارع الذي يملأه الناس بالحب والسلام.